مساء الخير على كل السادة المشاهدين في داخل مصر وخارج مصر. النهاردة حلقة جديدة من مطبخ نميسة، والحلقة بتاعت المرة اللي فاتت حضراتكم متابعة حضراتكم كانت يعني حاجة على دماغي من فوق، وكنت سعيدة جدا جدا باتصالات حضراتكم، وحاولت على بحاول كل حلقة مثلا الحلقة دي طلب مني حاجات كتير، طلب واحد نفسي كم مرة يعني، فبحاول انزل بيه الحلقة اللي بعدها حتى لو كنت مجهزة حاجات بحاول برضو انزل بيه الحلقة اللي بعدها. احنا بنجتهد وبنقدم البرنامج، كل وظيفتنا هنا ان احنا نعمل الحاجات اللي حضراتكم بتسالوا عليها، فانا بحاول احط ده في الاعتبار عندي كويس جدا جدا. والحلقه اللي فاتت ناس كتير واتصالات كتير جدا جدا معرفتش تدخل الحلقه، بقول لهم انا اسفه ليكم جدا. اول حلقه كده بحب اصالحكم الاول عشان محدش يزعل مني، عشان الناس كلها راحت على صفحتي اللي هي الشيف ايمان ابو العلم بالعربي، وقعدت تقول لي يا شيف ما عرفناش ندخل، معلش سامحوني. النهارده اللي عايز يدخل ان شاء الله هيدخل في الحلقه. وكذا سؤال جالي المره اللي فاتت على البكاكين والقرص الطريه، القرص الفلاح الطريه، نفسي انا بعمل من نفس العجينه حاجتين اتنين. انا دايما مميزه، دايما منفرده، دايما بقدم لك النصيحه، دايما بديك المعلومه، دايما بديك انت تشيلي ايه وتحطي ايه وتوفري ازاي، وتكوني في بيتك حاجات تخلي ولادك مبسوطين وجوزك مبسوط ازاي ان شاء الله باذن الله. وادي قدامنا البكاكين وادي قدامنا القرص، هاخدها بس احطها فين؟ ادخلها الفرن قدام حضراتكم. ما بحبش اعمل حاجه بره الهوا، وده مش اسلوبي اللي انتم متعودين عليه طبعا، ان انا بعمل كل حاجه معاكم ايه على الهوا. اهي ادي البكاكين قدام حضراتكم، دي القرص اللي جابها لنا المخرج بتاعنا، دي القرص اللي بعدها على طول الشوت اللي بعدها ايه؟ البكاكين. نفس العجينه خرجت منها حاجتين، واقول لك ازاي تخرجي منها حاجتين، واقول لك ازاي تشيلها في الفليزر، واقول لك كل الحركات والتكات ان شاء الله واحنا شغالين. هاخدها بقى ونروح فين؟ نروح على الفرن ان شاء الله باذن الله. ايوه انا هدخل على الفرن اهو، هفتح الفرن اهو، فتحت الفرن تمام، هدخلها جوه الفرن، هدخل واحده على الشبكه وواحده تحت عشان هدخلهم الاثنين مع بعض، مش معقول انت عارفين انا ما بحبش الفرن فاضي على حاجه واحده. ادي دخلت واحده تحت وواحده فوق، البكاكين حطيتها فوق والقرص الطريه حطيتها تحت. لا لسه، ده انا بدخل بس الفرن لسه، استنى شويه على المقادي، ثواني ثواني اهو. خلاص اقفل الفرن، اقفل ماشي شاوري يا بنتي كده. دلوقتي انا دخلتها الفرن عشان تستوي بس مع حضراتكم، وهبدا دلوقتي بصنف تاني، حاجه تانيه. النهارده احنا يعني الجلاش ده يعني حاجه في كل بيت. المره اللي فاتت عملت لك حلوه من غير ايه، بدقيق. الجلاش ده برضو حاولي ان هو يكون موجود في البيت، هنعمل حاجه حلوه منه دلوقتي حالا. احنا بنعمله دايما باللحمه المفرومه، غيرت بقى النهارده بربع كيلو صدور فراخ، بس ربع كيلو هتعملي صينيه جلاش تحفه ملهاش حل، وان شاء الله باذن الله تعجب حضراتكم. يا ريت بقى مخرجنا ينزلها لنا على الشاشه لو سمحت، الجلاش الحادق. المقادير، المقادير سهله جدا، انا هنزل بس شويه صدور الفراخ، ادي ربع كيلو اهو. انا مش بصي هحطها قدام حضرتك تاني اهي، هرجع تاني عشان انت عارفه انا بحب اوريكي كل حاجه اهي. تاني ادي المكونات بتاعتنا، بس هي دي بتاعت الحشوه تمام، والتوابل بقى ولفه الجلاش والدنيا تظبط كده مع بعضها. ادي صدور الفراخ، ادي بصلايه، ادي قرن فلفل الوان كان عندي في الثلاجه، والله لو ما عندي ما كنت حطيته، كنت هحط فلفل رومي بس. والمقادير نزلت لحضراتكم على الشاشه. جلاش حادق، لفه جلاش، نص كوبايه سمنه، الحشو ربع كيلو صدور فراخ، ربع ركزي في الربع دي، طماطمايه واحده، بصل، بصلايه برده كبيره، فلفل الوان، ملح، فلفل اسود، بضايه، كوب لبن، معلقه بيكنج باودر. ادي السر بقى اللي هقول لحضرتك عليه النهارده، ونخطط ونتكك ونفنن ونعمل حاجات كتير جدا 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 النهارده ان شاء الله. اشيل، خلاص شلت اهو، هروح على الطاسه بقى. انا مسخنه الطاسه بتاعتي، هنزل بها فين؟ صدور الفراخ اللي انا مقطعاها شرايح وانا واقفه بره دلوقتي كده ايه؟ في خمس دقايق كده. الطاسه عايزه تجهز، حتى الطاسه عارفه اللحمه وعارفه الفراخ. هنسيبها بس ما تمسك بعضها، بصي تشت من تحت ازاي، اعمل ايه على طول بعد ما حطيت الفراخ على طول او اللحمه، انزل بايه؟ شويه الفلفل الاسود وشويه الملح. عيب علبه التوابل الجديده دي اهي، وقعت اهي، حد بص لها، حد بص لها اهو، اهي بتضحك هناك، اللي بصت لها بتضحك هناك تاني. ماشي، شويه ملح اهو، حلوين كده اهو، عشان الخضار برضه هيعوز ملح كده. وادي شويه فلفل اسود، بسم الله الرحمن الرحيم. تبلي كل ما تحطي حاجه تبليها، تحطي شويه الفراخ تبليهم، تحطي الخضار برضو تبلي كده يعني، ظبطي الدنيا. ها
بربع كيلو بس. ها واخده بالك انت؟ بصي شكل الفراخ في ثواني راح اعمل ازاي. هحط بقى هي عيني اللي ولعه هي دي. هحط السمنه بس تسيح بتاعتي جنبي كده عشان هشتغل بيها دلوقتي. عندك سمنه بلدي مبروك عليكي، عندك سمنه على زيت مبروك عليكي، عندك زبده مبروك عليكي، اللي عندك اشتغلي بيه، المهم ما توقفيه. خلاص كده الفراخ خدت اللون الحلو الجميل ده كده اهو، قفلت المسام بتاعتها وحطينا لها الملح، حيقناها بالملح والفلفل تمام كده. حد بس يبقى يفكرني يا جماعه بالفرن. ها ماشي ماشي اهو اهو ماشي 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 يا راي كده. هنزل بالبصل اهو، وانا مزوده بس في المقادير ايه، قرن فلفل كده حامي يعني، قلت عشان ايه الجماعه هنا ما ياكلوش كتير برضه. خليكي ناصحه، حرق الاكل عشان ما حدش ياكل كتير ماشي. اقلب كده البصلايه، طول ما الاكل حراق تلاقيهم ياكلوا خفيف كده، انما الاكل لو مش حراق بياكلوا كتير. ولا ايه يا استاذ محمد؟ كده اوعي تكوني فصلتي، استنى اشوف العين تاني. بسم الله، شغل بقى تاني، شغاله كده ولا فاصله؟ ما انا مش شايفه 8 دي، انا بخليها على 5 وخلاص. كده اهو، دي الحشوه بتاعتنا اللي هتحشي بيها صينيه الجلاش بحالها. ها واخده بالك انت؟ ربع كيلو صدور فراخ يعني قولي مثلا بالكتير 20 جنيه. هي 20 جنيه تعملي ايه؟ تعملي بقى اكله حلوه جدا ان شاء الله باذن الله. نزلنا بالبصل، البصل دبل اهو يدبل، بس كل حاجه تدبل وانا احطها مع بعضها واسيبها واروح هناك افرد الجلاش قبل ما تدبل هي شويه. وادي الفلفل الحامي، ورا على طول الفلفل الرومي. والله كان عندي القرن ده، ما عندكيش انت تعملي ايه؟ استخدمي فلفل اللي هو الاخضر عادي مفيش مشكله. كل ده احنا بنعمل ايه؟ القاعده بتاعت المره اللي فاتت، الخضار بيعمل ايه؟ بيكتر الكميه ووفر في الميزانيه وبعلي القيمه الغذائيه. الخضار بتاعنا بيعمل ثلاث حاجات، بيوفر في الكميه وبيعمل ايه تاني؟ قولي قولي يا اختي اللي قدامي هناك، قولي قولي يا بنتي بتضحكي وخلاص، قولي يا بنتي. الخضار بتاعنا يا جماعه والله العظيم جميل، بيغذي احسن من اللحوم كمان. الخضار بيوفر في الكميه ايه؟ ما انا لا لا انا عمري عمري انا اعمل كده برضو عمري. ماشي نحط شويه نحط شويه فلفل كمان، حياق الاكل عشان يبقى طعمه حلو قوي كده. حاضر ثواني ثواني، احط بس شويه ملح كمان عشان الخضار ده كده عشان يبقى طعمها حلو كده اهو. واقلب كمان مره كده، ادي الحشوه بتاعتنا اللي ايه اللي هنحشي بيها صينيه الجلاش تمام. سهله سهله ونميسه نميسه كده بسم الله. هسيبها بقى ايه تاخد تدي مع بعضها شويه كده، وروح بقى للتكات النامسه الثانيه اللي هي فين؟ في لفه الجلاش تمام. دي حاجه سهله جدا جدا جدا، وبرده هعمل لكم النهارده جلاش صنف ثاني، عمل لكم صنفين. بص انا حاطه الجلاش جوه الكيسه بتاعتها، ما تفرديش الجلاش للهواء وتسيبيه هينشف على طول وتلاقيه يتكسر من حضرتك تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح كده لفه الجلاش. بص ما شاء الله عليها، ما تبصيش ما تبصيش يا اختي عشان تتنيها سليمه كده ما تتكبش. بص بص على الفرن. بص يا استاذ محمد ما حدش فكرني، بس انا فكرت، ربنا فكرني مش انا فكرت نفسي، ربنا اللي فكرني. البكاكينه بتاعتي كانت هتتحرق اهي. بص بص يا استاذ محمد، ينفع ينفع مش تفكروني يا جماعه؟ طلع بقى القرص فوق ونشوف البكاكينه اهي شكلها عامل ازاي. تحفه تحفه. استاذه رحاب اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا اهلا. الحمد لله بحضرتك. معاك يا حبيبتي اتفضلي. عايزه طريقه البسيلة. طريقه ايه؟ البسيلة. طريقه ايه استاذ محمد؟ البسيلة. مش سامعه. البسيمه. حاضر يا حبيبه قلبي، من عينيا الاثنين، من عينيا الاثنين يا حبيبتي، نورتيني تقال البحيره نورتين كده كده. ده وشها احمر جامد من فوق اهي، ادي البكاكينه بتاعتنا نفخت ازاي وشها احمر ازاي، بس قعرها لسه ابيض سنه من تحت يعني ابيض شويه اهو تمام اهو. فانا طلعت القرص اللي انا كنت حطاها تحت طلعتها فوق، وهدخل دي ايه مكانها تاني عشان ايه تاخد اللون اللي تحت. ما انا ما اوريكيش الوش بس واسيب لك تحت النايه، لازم اعرفك التكات كلها والحركات كلها تمام. بسم الله
ودخلت القرص صلحتها فوق اهي، اكيد هي راح مر شويه. بص القرص بقى عشان كانت تحت، لون عامل ازاي؟ عشان هي كانت تحت والتانيه دي كانت فوق، احمرت من فوق واللي تحت احمرت من تحت. ابدل بقى الادوار في الفرن، ابدل الادوار. ها انا خلاص اقفل الفرن، اقفل. ماشي ماشي يا بنتي. واجيب ايه؟ هبص على السمنه بتاعتي، وادي الصينيه بتاعتي سهله، كل الحاجات النهارده سهله ان شاء الله باذن الله. السمنه بتسيح اهي، وادي الحشوه حلوه اهي. استاذه ريهام اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه ريهام اهلا. اهلا. الو. اهلا وسهلا. عامله ايه يا شيف؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ازيك انتي حبيبتي؟ ربنا يخليك، انا في نعمه وفي خير الحمد لله. اهلا وسهلا. ممكن اطمني الطلب؟ بصي اربع طلبات. ماشي اتفضلي. عايزه اطلب تهنئه اختي. اه ما انا معاك. تهنئه ايه؟ طيب نجحت ولا اتخطبت ولا ايه اللي حصل؟ قولي لي. نجحت. نجحت؟ اه. الف الف مبروك، عقبال يا رب. انت كمان ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليكم لبعض يا رب، وتهنوا بعض كده على طول بحاجات كويسه ان شاء الله باذن الله. كده حبيبتي كده حطينا ايه، معلقتين زبده في الصينيه كده، وهنجيب بقى هنا ايه، ادي كوبايه اللبن بتاعتنا تمام، وادي. طب نحط ورقه بس، ورقتين ورقتين. طيب ماشي، هنطلع فاصل قصير وبسرعه وراجعين، انتظروني. ورجعت لحضراتكم بعد الفاصل، ما تاخرتش عليكم، بحاول ابذل جهد والله، بجتهد الحمد لله. كلنا بنفيد بعض، كلنا بنفكر بعض، محدش اشطر من حد، محدش انجح من حد، كل واحد شاطر في حاجه، كل واحد ربنا مميزه بحاجه. واديني مستمره. بص طلعت ادي البكاكين بتاعتي، بص دي صغنطوطه دي ما رضيتش اسيبها اهي، يا راحت فين اهي، ما رضيتش اسيبها والله. انا جبتها بصي ما بسيبش حاجه، دي فاضت من العجينه قلت لازم اعملها اهي، خلاص هسيبها هنا كده. وادي ظهره احمر اهو، وادي اللي في الفرن برده كمان احمروا، ما اجيبهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اهم. بص طالعين من الفرن شكلهم عامل ازاي، تحفه تحفه، ونميسه نميسه. ها الاثنين مع بعض تمام. خلاص هروح تمام، خلاص ماشي. متخبى بالراحه بس بشويش. هقفل الفرن واعمل ايه بقى دلوقتي؟ حضراتكم سبتوني وانا شغاله ايه، بعمل في الجلاش ايه اللي هي الحادق تمام. رصيت بس كام ورقه كده، هوريكي بقى خلطه النهارده مظبوطه هتعجب حضرتك. وادي الحشوه بتاعتنا، بصي قد ايه، هحطها قدامك هنا جنب الصينيه عشان تيجي. بصي الحشوه قد ايه، من ربع كيلو بس صدور فراخ، هتبقى تمام صينيه جلاش تحفه ان شاء الله الحشوه اهي. وادي بتاع، هجيب البيضه بتاعتنا كده، ادي البضايه. بصي الطريقه دي بقى جديده، يعني في تكات كده ايه نميسه نميسه لازم اقولها لك كل حلقه. ادي البضايه دي جديده، يعني ايه البيضه حاجه عاديه، البيضايه حاجه عاديه، اللبن حاجه عاديه. هنجيب بقى معلقه ايه، هنحط البيض على اللبن كده هنا اهو، البيض على اللبن تمام. وادي هنحطها كلها، كوبايه اللبن كلها مش هنسيب منها حاجه تمام. بس هحط شويه ملح، ادي شويه ملح حلوين كده، واحط شويه فلفل اسود تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي شويه فلفل اسود. واضرب ايه، انا حطيت بس نص كوبايه اللبن عشان لو انا بضرب كده ما تخرجش مني بره. طب فين يا شيف؟ ما احنا بنعمل كلنا اللبن على الملح على الفلفل الاسود على البيض، بنعمل كلنا كده. فين التكه بتاعتك؟ جايه حالا حالا. بص 1 مينيت بليز اهي اهي كده، ضربنا البيضه كويس قوي، نضربها كويس قوي. التكه بقى اللي بقول لحضرتك عليها، معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره او نص المعلقه الكبيره، طرف المعلقه الكبيره اهي كده. تعال اهو بصي قد ايه اهو، شايفاهم؟ ايوه دول. بس حطهم هنا فين؟ في الخلطه بتاعتنا دي. يعني احنا حطينا بيضايه، كوبايه لبن، رشه فلفل، شويه ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، هحط منها هي بقيتها في الكوبايه لازق فيه سنه، هحط بقيتها ايه المعلقه الصغيره بس. تعمل ايه بقى يا شيف المعلقه الصغيره دي؟ دي بقى بتخليك الجلاش تحفه تحفه ان شاء الله باذن الله، يعجب حضراتكم ونور رضاكم يا رب ان شاء الله باذن الله. انا بقى النهارده نسيت بقى الفرشه بتاعتي، معلش بقى هاتهن كده ايه بالمعلقه كده عادي مفيش مشكله، هي كل الجلاشه بتروح وتيجي لبعضها تمام. نحط بقى بقيت ايه، احنا خلصنا ضرب البيضه كده وعملناها ببعضيها كده، نحط بقيت اللبن بتاعنا عشان ايه هنسقيه كله للصينيه. شويه لبن وقعهم ما عنديش مشكله، اجيب بس مناديل ايه
امسحها كده تمام. وهاخد بقى من الخلطه دي اللي انا عاملاهم دول، حاطه سام واخده دهنت الصينيه زبده الاول، ادي الجلاش بتاعنا، ادي نص الربطه ودي نصها هنا، نص اللفه ودي نصها هنا، دهنت الصينيه زبده وبعدين حطيت اتنين جلاش، وبعدين حطيت دهنه سمنه، هجيب السمنه بتاعتي اهي فيها المعلقه، وبعدين حطيت دهنه سمنه، وبعدين حطيت من الخلطه اللي انا عاملاها دي، انا كنت ايه بجهز فيها ومعايا الخلطه يعني، بس قلت اعمل خلطه ثانيه لحضراتكم، يعني انا هعمل كده اهو بين كل ورقتين ادهن دهنه سمنه او زبده او سمنه على زيت اللي يعجب حضرتك، واحط دهنه كده واحط معلقتين من الخلطه اللي انا عملتها دي تمام. بسم الله يا بنتي، ده بربع كيلو صدور فراخ، هتعملي حاجه من ولا حاجه ان شاء الله باذن الله. مع ايمان ابو العينين هتعملي ايه؟ هتطبخي وكمان هتالفي، بس ان شاء الله باذن الله من غير ما تكلفي باذن الله كده. لا ده الجلاش الحادق، ما هو نوعين النهارده، نوعين جلاش، ويلا ان شاء الله معانا حد حول، خليها عليا انا. حط الخلطه بقى اللي هي ربع كيلو صدور، بصي قد ايه والله العظيم جميله، بصي فيها فراخ برضو قد ايه، مش يعني مش حاجه كده قليله، طعمها حلو جدا ان شاء الله تعجب حضرتك باذن الله كده اهو. حطينا الخلطه كده كده. استاذه منى اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه منى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذه منى. ايه طريقه عمل الطحينه؟ طريقه عمل الطحينه. طيب انت مستعجله ليه يا استاذه منى؟ ما فيش ازيك يا شيف، ولا عامله ايه يا شيف، ولا كل سنه وانت طيبه، اي حاجه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه اللي عجبتك، بس كل سنه وانت طيبه. ماشي ماشي يا استاذه منى ماشي. حاضر يا حبيبتي من عيني. انا خدت دي ورقه طلعت لوحدها، هجيب كمان واحده عشان احنا بنتهن كل ايه كل ورقتين بين بعض. الصينيه ما شاء الله، معلقه بقى البيكنج باودر اللي انا حطيتها دي هتدي لحضرتك نفشه في الصينيه تحفه ان شاء الله باذن الله. الطريقه دي تعمليها وتعجب حضرتك. وبين كل رق ورقه دي معلقه سمنه اهو كده، معلقه سمنه كده برشه بسيطه كده يعني، وادي معلقه ايه معلقتين خلط. دي بتطري بقى الجلاشيه من جوه، بتخلي لك طعمها حلو جدا وخليها طعمها جميل كده. احفظي بقى الوصفات دي عشان جاي لك ميعادها، ميعادها جاي ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، عشان رمضان الجلاش بيبقى حاجه مستمره معانا يعني. ونكمل كده اهو، ادي ورقتين كمان اهو. بسم الله. الحته اللي نعمل مثلا هنا يعني، احنا عملنا هنا دي تنينا المره اللي فاتت نتني الجنب التاني تمام اهو كده اهو. هو اصلا لفه الجلاش ما شاء الله عليها جميله، وان شاء الله مش هتتقطع مننا، ما فيهاش حاجه متقطعه باذن الله كده. ولو برضو حاجه متقطعه مش هنرميها، احنا ما بنرميش حاجه. زي ما قلت لك دايما مع ايمان ابو العينين ايه، انت كسبان، هتطبخي وكمان هتالفي، بس ان شاء الله من غير ما تكلفي باذن الله كده اهو. يا ما عليها الصينيه كده يا ابني، كفايه عليها كده بنتي، كفايه ماشي ماشي كفايه. نتني بقى الحروف بتاعتنا كده، ونظبط ايه نشيك الصينيه بتاعتنا كده، ونتني الحروف اللي جوه كده اهو. بسم الله. شفت السهوله؟ في اسهل من كده بقى؟ في ناس ما بترضاش تعمله يعني، برضو ما فيش امكانياتها ان هي تجيب ايه حاجات غاليه، برضو ب 20 جنيه هتعملي كل حاجه، لفه جلاش و20 جنيه فراخ وقرنين فلفل اخضر عندك في الثلاجه، والدنيا هتظبط معاك ان شاء الله باذن الله كده. اجيب بقى هنا ايه السكينه بتاعتي المشرشره دي، واقطع كده ما وصلش للاخر، اقطع اهو بس ما وصلش فين، ما وصلش للاخر كده بالراحه كده اهو. ما عندكيش سكينه مشرشره اعملي باي واحده عادي مفيش مشكله تمام. واقطع هنا برضه اهو جايه اهو ماشي كده اهو، ما وصلش للاخر برضه، ما توصليش اخر الصينيه عشان السائل اللي احنا هنحطه ده ما ينزلش تحت ويتحرق منك وانت ايه بتدخليها الفرن تمام. انا حاسه ان انا ايه بحب التدريس، مش عارفه ليه، قلبي على مدرسه جامد مش عارفه ليه. كده اهو، ناخد الصينيه طولي وعرضي، بالطول وبالعرض يعني كده، وما ننزلش لحد الاخر اهو 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 كده كلها كده اهو. الورق اللي هتتقطع ما تخافيش، هتشرب الخلطه بتاعتها دي وهتبقى ايه تحفه ان شاء الله باذن الله. واقطع هنا برضو كده اهو، بص الحشوه من جوه جميله ازاي كده ايه تمام اهي تمام، قطعناها كده وتمام وايه ومية مية. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب الخلطه الحلوه بتاعتنا دي
ونسقي بها بقت ايه اللي فاضت استنت مننا، من احنا بقى زينا بقى اللي جوه كل الاماكن بقى، نكبها كلها كده على كل مكان ايه في الصينيه كده اهو كده اهو كده تمام اهو. بسم الله. حضرتك بقى بتحبيه مقرمش براحتك، بتحبيه طري برضو براحتك. الوصفه دي هتبقى من جوه طريه ومن بره مقرمشه ان شاء الله باذن الله مع حضرتك. هناخدها بقى نحط بس معلقه سمنه او زبده زي ما قلت لك او زيت اللي عندك برضو، هحط على الوش كده معلقه كده وناخدها ايه ندخلها الفرن. انت بقى في البيت استني عليها حوالي ربع ساعه عشان بقى البيكنج باودر يشتغل والخلطه تطر الاكل مع بعض وتبقى ايه تحفه تحفه ان شاء الله ونميسه نميسه. تمام اهو كده، اشيل دول جنب هنا واخدها ادخلها فين، هي جاهزه اهي، ادخلها فين، ادخلها الفرن. تمام يا ابا، ادي الجلاش الحادق بتاعنا اهو، ادخلها تحت شويه وبعدين نطلعها فين، نطلعها فوق. تمام شيل بس حاجاتي كده اهو. بصي بتاكلني حلوه ازاي، ادخل دي الفرن واقفل الفرن. الفرن على اي درجه حراره عاليه؟ اوكي شيل دول كده وسخن السمنه بتاعتي عشان هنعمل بقى ايه وراها على طول الجلاش اللي هو ايه الجلاش الحجاب، سهل برضو جدا. بس همسح قدامي، بس هنضف قدامي. يا رب الوصفه تكون سهله على حضرتك وتكوني مستمتعه ان شاء الله وانت بتسمعينا وبتتفرجي علينا. واشيل بس شويه الملح ده هم اللي وقعوا مني من العلبه، العلبه الجديده ماشي اهو كده، اشيل كده واشتغل بقى على ايه على رواقه كده. تمام هجيب بقى هنا افضي دي عشان اعمل في دي ايه، اعمل في دي الجلاش، افضي البكاكين بتاعتي الحلوه دي كده هنا اهي. بس شكلها عامل ازاي، شكلها تحفه والله، حلوه 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 يعني. واخلي لك دي ظهرها كده اهو، اهو ظهرها اهو. اللي اعمل ايه طيب كده، انا عايزه اوريك الوش بتاعها، عايزه اوريك الظهر، وعايزه اوريك اللي هي منفوخه واللي مش منفوخه كله زي بعضه اهو. وناخد دي برضو كده اهي وهمسح الصينيه بتاعتي. يا جماعه مفيش اتصالات؟ لو في اتصالات دخلها لي بقى يا استاذ محمد وانا بقول ايه بقى شغاله في الجلاش ده كده. مسحت الصينيه اهو، اللي انا ايه استخدمت الصينيه في حاجه ومسحتها، هندخلها الفرن زي ما هي نظيفه زي ما هي مفيش مشكله. وهرش بس ايه شويه سمنه كده لو انت حابه، مش حابه احنا في الاخر هنحط عليه كلوت السمنه وهيبقى تحفه ان شاء الله. هشيل بس اللي فضلت معايا دي، وطول ما انت شوف انا قفلتها ازاي في الورق على طول، تقفلي في الورق وتدخلي في الكيس. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، انا بفتحها ومع حضرتك لفه الجلاش. بسم الله يا رب تطلع حلوه زي التانية. بسم الله الرحمن الرحيم، دي متفرفته شويه من زي التانية بس مش مشكله ما علينا هنشتغل برضو. هجيب دي كده وافرد ايه الجلاشه بتاعتي الورقه بحالها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، افرد الورقه بتاعتي بحالها كده زي ما هي كده. تمام اهي بصي بقى المقادير بقى تنزلينا على الشاشه عشان ايه نفن بقى في الايه في الطريقه ان شاء الله. فنانه والله فنانه صح. مقادير جلاش الحجاب ده سهل خالص، بتشوفي حضرتك في اماكن كتير وبيبقى مورق على بعضه كده، بس ممكن ما تكونيش عارفه الطريقه ازاي يعني، وهي طريقه سهله خالص. لفه جلاش، مقادير عباره عن لفه جلاش، 2 كوبايه سمنه، هي سمنتها كتيره ديك حطيت لها نص كوبايه الحادق ده 2 كوبايه سمنه، الحشو جوز هند، زبيب سوداني، 6 مقتدره وعندك فستق كمان براحتك، الشربات او السيرب 2 كوبايه سكر، عليهم كوبايه واحده ميه، عليهم عصير نص ليمونه، عليهم باكو بيكنج باكو فانيليا بس. والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه بقى، اللي عايز يكتبها او يصورها يتفضل. تمام نرجع بقى هنا ايه، ادي لفه الجلاش قدامها اهي، يعني الثانيه بتاعت الحادق كان حظها حلو وكانت متظبطه ومفيش ولا واحده مقطوعه، دي بقى فيها متفرفت بس برضو هنعمل. هجيب هنا اي اعلم كده، ادي واحد اعلم علامه كده، ادي واحد قد بعض، ادي اتنين دي اكبر سن، ادي اتنين، ادي تلاته اربعه اهو كده، خليكي معايا كده اهو. بسم الله اهو، سهله سهله وان شاء الله تعجب حضراتكم باذن الله.
وتنور رضاكم يا رب، وحاجات دي احفظوها بقى عشان رمضان ان شاء الله باذن الله. تمام ماشي ماشي، خليها دي كبيره مش مشكله، احاول ان انا اخليهم كلهم ايه قد بعض. تمام عملنا اهو واحد واحد، انا حاطه الورقه تحت عشان الرخامه بس، واحد اتنين تلاته اربعه، اربع مقاطع منه. هنيجي هنا برضو ونعلم اربعه برضو، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه اهو، ونعمل بقى ايه نفس القطعه برضو اللي قطعناها فين فوق. اوكي اهو، حاولي ان انت ايه، هو برضو عينيك بتبقى ميزانك برضو، بس انت حاولي ان انت يعني تخليهم مقربين لبعض، مش لازم واحدة كبيرة عن واحدة، مش مشكلة مش هتفرق يعني، واحنا مش شغالين بالسنتيمتر يعني. نعم اه. ماشي كده اهو اهو، بسم الله كده، ادي جلاش الحجاب بتاعنا اللي هو ايه بتشوفيه في اماكن كتير جدا. انا بصي بص على الجلاش التاني بس كده، بصي يا الصينية تحت بس احمرت اهي، يا ريت بقى لو جايه في الكاميرا، بصي احمرت من الجناب وهي تحت خالص اهي، مش حطاها على الوش فوق اهي، بصي بس احمرت ازاي جايه اهي. تمام اقفل اقفل الفرن، ماشي اخد الاوكي بس اقفل كده اهو، عايزه اخرجها فوق سنه عشان ايه لما احط دي اطلع دي كده اهو، وادي خدت واحده من اللي هي الجلاش بتاعنا كده، احطهم كلهم هنا، بصي احطها كده اهو. بصي السرعه بقى، لو انت جالك ضيوف مثلا او عندك عزومه هتبقي بصي سرعه هائله ان شاء الله باذن الله. بس في منهم ورق تحت ما تقطعش اهو كده كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اقطع كده اهو على قد كده اهو، احطها برضو كده نفس الحطه كده اهو اهو كده، شايفين كده يا جماعه واضحه اهو كده اهو كده. حطي بقى هنا ايه الحشوه كده، الحشوه يا جماعه اهي الحشوه هي يا جماعه، حاضر حاضر، طيب اعمل ايه اهو اهو كده، انت بقى عندك فستق براحتك، عندك لوز مبروك عليك، ونعمل كده بس نجيبها من تحت كده ونتنيها على دي كده اوكي اهي، زي الحجاب كده اهي من تحت كده، ونعملها كده زي ايه السبعه كده اهو، بسم الله. بصي يا فيها كام لفه بقى، كل ده هيورق دلوقتي وهتبقى تحفه ان شاء الله باذن الله اهو اهو، لما تقع منك كده تاني اضغطي عليها برضو هترجع مكانها اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وادي كده اهو. تمام نعمل بقى هي، بصي بقى هنا، بصي حضرتك كده كده معانا اتصال، مين يا استاذه؟ ام صفا، اهلا وسهلا بحضرتك ام صفا. اهلا وسهلا ام صفيا، اهلا وسهلا حبيبه قلبي. اه صراحه ممتازة جدا جدا حبيبتي، شرف ليا شهادة حضرتك دي والله، وحاجة على دماغي، أهلا وسهلا. بصي أنا عاوزة طريقة البكاكين من تاني اه، وتخليها لي شوية من الشاشة، وعاوزاكي تعملي لنا كل الخبيز الفلاحي، نفسي موت أتعلم الخبيز الفلاحي. عناية الاثنين، احنا نخبز فلاحي هنا على طول إن شاء الله بإذن الله إن شاء بس الله. بس لو عايزة تيجي طلب تاني، عايزة أشوف أعرف متى الإعادة، وأعرف البرنامج الثابت بتاع القناة ان شاء الله باذن يعني الله. حاضر يا حبيبتي، عايزه حضرتك تعرفي الاعاده والبرنامج الساعه كام. حاضر يا حبيبتي، حاضر من عينيا الاثنين، حاضر كده اهو، احنا جهزنا كده اهو يا جماعه، هناخدهم دول ونبص على الجلاش اللي في الفرن، بص احمرت خالص، راحت حمراء خالص اهي، هنطلعها بره اهي، وندخل دي الفرن، نسيبها بقى تتعايش، وهنطلعها على الصفحه ان شاء الله باذن الله بتاعت القناه. تمام، لان المخرج عمال يقول لي نختم يا شيف نختم يا شيف، وهنزل لكم برده مقادير بتاعه البكاكين دي والقرص الطريقه على الصفحه ان شاء الله باذن الله، على صفحتي او على صفحه القناه، والمخرج بيقول لي لازم تختمي دلوقتي حالا حالا. وتحياتي لحضراتكم جميعا جميعا، ايمان ابو العينين،
كنت سعيده جدا، اسعد اوقاتي بقضيها معاكم، وان شاء الله باذن الله نعوض الحلقه دي في حلقات جايه ان شاء الله، ناخد وقت اكتر ونقول بالتفصيل ونشرح زي ما احنا متعودين. بشكر كل الناس اللي كلمتني وكل الناس اللي كانت عايزه تكلمني، بشكر كل الناس اللي شغالين معايا، بشكر اداره القناه، بشكر اي حد يساعدني هنا او اقدم مثلا نصيحه او شغلانه او اي حاجه معايا، بشكركم جميعا جميعا تحت حضرتكم جميعا. يا منى والعنين، باي باي.